أحسنتم أحسنتم. أنا أريد أجاوب على هذه البصمة. وأخت كريمة تتصل على أن ابنها 17 سنة عمره وفترة مراهقة كلش حساسة، وفي بغداد اللي هي أجواء بغداد تعرفوها، أجواء للأسف الشديد في كثير من الأحيان هي منفلتة ومجالات مفتوحة للفساد، مجالات مفتوحة للانخراط في الأمور الغلط، من أمور على حال العلاقات غير نظيفة، وتعاطي بعض المواد المخدرة وأمور أخرى. فوضع العائلة في وجود ولد بهذا السن يعني تشتكي أنه ما يسمع كلام. أنا عندي كلام مع الأم، يعني الأخت أم مصطفى، عندي كلام معاكي وعندي كلام مع والدك اللي أنتم مسؤولين. أنت أحسنتي عندما تكوني حريصة على ابنك وتكونين على حال ملتفتة إلى أنه لازم يصلي ولازم يكون متدين، هذا أمر طيب. ولكن يا أختي الكريمة، ابنك الآن في مستوى من العمر عنده تحولات فسلجية في شخصيته، واحدة من عدها أن يثبت وجوده ويثبت شخصيته، وحالة التمرد، هاي حالة التمرد موجودة عند المراهقين، أن يتمرد على الوضع، ما يسمع كلام، يعاند، ما يمشي مثل ما يريدوا منه. هذه حالات المراهقين في فترة المراهقة اللي هي حالة على حال كثير ما يصابوا بها. فأنت لابد أن حسب تعبيرنا شوية شوية. إذا أذن الآن أذان المغرب، مو بالضرورة يلا يلا قوم قوم صلي قوم صلي قوم سريع، ماكو داعي. بس هو شوفيه مشغول، شوفيه مثلا ملتهي، تجي تقولي لا الآن صلاة أول وقت، بس تخليه يصلي. بعد فترة قولي ماما هاي صلاة جان صلي، خلينا نصلي أول وقت. مو أنه الآن في هتش وقت ضيعية، قوم صلي وأنت مو خوش ولد وأنت كذا، يا ربي شلون الله بلاني بيك، وشلون ولد مو مؤدب، وإحنا إيش قاعد صرفنا عليك وإيش قاعد عبنا عليك. هاي الملامة، هاي الملامة وهذا النوع من التذليل، هذا النوع من المنة تتمننون عليه، هو يحس أنه إنسان غير مرغوب فيه. فإذا حس بهذا الإحساس قد شنو، قد يطلع عن طوره، وهذا غلط. خليه يصلي بعد ساعة، خليه يصلي بعد ساعتين، خليه يقوم. سيدنا ساعتين مأذن ما يخالف، وقت موجود خليه. ما أقول تعالي أنت خلي ولد متهاون بالصلاة، بس أقول أكو فترة تشوفيه، هاي فترة عمرية شوية صعبة، وأصدقاء سوء، المشكلة في أصدقاء السوء طبيعة الحال. فأنت شوية هوني عليه، هوني عليه. أما تضربينه ما كان صحيح أصلا، ضربة ليس صحيحا. الوالد الكريم اللي يقول عيفي، شنو يعني عيفي يا أخي أبو مصطفى؟ شنو عيفي؟ أعوف ابني على أساس؟ أعوفه مع أصدقاء اللي يسوون مشاكل، اتصالات وما أدري لقاءات ومكاتبات ومراسلات قد بيها الغلط وفي الغلط، شنو تعيفه؟ أنت المسؤول يا أبي، يا أب أنت المسؤول على أنه ابنك تصحبه معاك، أطلع معاك، تعرف أصدقاء منه. وليس يعني ليست الأبوة مجرد أنه ماذا، مجرد والله أنا أبوه، لا، الأبوة في العناية والمسؤولية. فرجاء إخواني وأخواتي، رجاء التفتوا كيف تتعاملوا مع أولادكم وبناتكم المراهقين، خصوصا مع وجود هذا الانفتاح المعلوماتي الكبير اللي صاير، اللي يزرقون الشباب بأفكار وبعادات وتقاليد وموديلات وأساليب اللي في الواقع عجزتنا احنا نحن نعجز انه كيف نواجه هذه الحملة الثقافية ضد الدين وضد المثل وضد الأخلاق. الله يبارك فيك، وإن شاء الله تعالى الله يسلمك ويسلم ولدك من كل سوء.